سمير فرح. بعض الشباب العرب هم الأكثر عرضة للبطالة من بين شباب العالم أجمع، فما الذي يمكنهم القيام به للتغلب على هذه المشكلة؟ بانتظار أفكاركم النيرة وتجاربكم في نقطة حوار اليوم، زميلي محمود الخصاص يتابع كل ما تقولونه على المواقع المختلفة. محمود، سمير، ما هي تصورات زوار صفحاتنا لمواجهة مشكلة البطالة التي تلاحق ملايين الشباب في الدول العربية؟ سنتعرف على تصوراتهم لاحقا، وسنقدم نتيجة سؤال طرحناه للاستفتاء، وهو: هل تتوقع حلا قريبا لمشكلة بطالة الشباب في بلدك؟ شاركونا. شكرا لك محمود. دعونا نبدأ مباشرة حوار اليوم. أهلا بكم إلى نقطة حوار اليوم مع سمير فرح. تقدر منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أعداد الشباب العاطلين عن العمل عبر العالم ب 75 مليون فرد، وقالت إن الشباب معرضون للبطالة بنسبة تبلغ 3 أضعاف الفئات العمرية الأخرى. وفي شمال إفريقيا نسبة البطالة هي الأعلى في العالم أجمع، حيث وصلت إلى 28% من عدد السكان القادرين على العمل. 28%. ونعرف طبعا أن شرارة الثورات انطلقت من أين؟ من شمال إفريقيا. ولكن رغم المصاعب، رغم الإحباط، هناك شبان وشابات عرب تمكنوا بأساليب مبتكرة ومشاريع مبدعة من التغلب على البطالة، إما عبر إيجاد وظيفة جيدة أو عبر إطلاق مشروع تجاري صغير. فكيف تمكنوا من ذلك؟ هل هناك ما يمكن أن نتعلمه منهم؟ نريد اليوم أن نستمع إلى تجارب الطرفين، من تمكنوا من التغلب على البطالة ومن لا يزالون بين براثنها. هل هناك فكرة مشروع تجاري تخطط له، تفكر فيه؟ هل هناك أسلوب خاص تمكنت من خلاله من الحصول أخيرا على وظيفة؟ لا تبخل علينا بتجربتك، واتصل بنا إما عبر فيسبوك أو عبر صفحة تويتر الخاصة بنقطة حوار، أو مباشرة عبر الهاتف على الرقم التالي 44 20 77 650 211. هذا هو رقم الاتصال الهاتفي المباشر. إذا ما أردتم المشاركة عبر رسالة نصية SMS باللغة العربية، فهناك رقم خاص وهو التالي 44 79 1040 40 7. هذه هي وسائل الاتصال ونحن بالانتظار. دعونا ندخل في أجواء اليوم عبر سلسلة من الآراء التي جمعناها من بيروت. سألنا مجموعة من الشباب عن أسباب البطالة في صفوفهم وعن اقتراحاتهم لإخراج الشباب منها، ولنرى ما إذا كنتم ستلاحظون القاسم الواحد المشترك في كل ما يقولونه. أنا برأيي مفروض يجوا مستثمر من برا يستثمروا ببلدنا، أوكي؟ بس عشرة واحد يضبطوا لهم البنى التحتية، يعني الكهرباء، ماي، انترنت، يأمنوا لهم الأساسيات يستثمروا. الأول شيء لازم الحكومة تعمل استراتيجية تنمية اقتصادية بين كل القطاعات، وتنمية متوازنة بين كل المناطق، تنمية قطاع الصناعي والقطاع الزراعي بدل بس إنه نعتمد على القطاع التجاري، أوكي؟ خلق فرص عمل للشباب عبر خلق حوافز، قروض معينة لنعمل ستارت اب بزنسز، وأهم شيء استراتيجية تربوية لتربط بين سوق، يعني بين الاختصاصات الجامعية وسوق العمل. بتخيل انه اذا من يعني بتنشط شغل المجتمع، منظمات المجتمع المدني، ومنحاول نعمل قروض صغيره للمشاريع الصغيره للشباب، يعني بتكون شاب عنده شيء مشروع بده يبلش، بده بس هي دفشه صغيره ليقدر يكفي مشروعه. فيها تفتح مشاريع جديده، يعني تتحملها الدوله على حسابها بس تفتح شغل يعني للطلاب الجديده عم تتخرج، وبعدين بس يمشي المشروع فيها تطلع، ترجع الاكسبنسز اللي حطيتهم بهيدا المشروع فيها ترجع تطلعهم منها يعني بكل سهوله. بعتقد الدوله لازم تعطي قروض بفايده متدنيه كرمال العالم يقدروا يفتحوا مشاريع ويستثمروا بلبنان، هيك ببطلوا يسافروا بصيروا يشتغلوا هون. هلا اكيد نحن مثل ما عم نلاحظ انه كل العالم هلا بس ليخلصوا مدرسه دغري بيروحوا شو بيعملوا، يا بزنس يا مهندس يا دكتور، صار في كثير من هدول العالم عم يعملوا نفس الميجرز. لا ادري ما اذا كنتم قد لاحظتم ان الكل تقريبا لديه حل واحد، الدوله، على الدوله ان تحل المشكله.
قد يكون العبء الأكبر على الدولة الصحيح، ولكن وائل عتيلة هو شاب لم ينتظر الدولة ولم ينتظر الوظيفة، بل أسس مع مجموعة من أصدقائه شركة سماها أفكار عربية، بلغ عدد موظفيها حتى الآن 100، وهو اليوم مديرها الاستراتيجي، وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من عمان. وائل، أهلا بك في البرنامج، تسمعني؟ أهلا وسهلا. يا هلا بك. أولا، نعم أسمعك. اسم ممتاز لهذه الشركة، اسمح لي أن أقول شركة أفكار عربية، بماذا تتخصص شركتك؟ احنا شركتنا هي شركة تجمع تحتها مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الإعلام الجديد ومجال الإنترنت ومجال التكنولوجيا ومجال الإبداع. فهي مجموعة من الشركات والمبادرات الشبابية تحت مظلة واحدة اسمها أفكار عربية. طب ممتاز، حدثني عن خلفيتك وائل، كيف كان وضعك قبل تأسيس هذه الشركة؟ طبعا في البداية أنا درست هندسة العمارة، ولكن بدأت العمل منذ سن صغير، من أيام المدرسة بدأت في أشتغل في مجلة بايت ميدل إيست، وهي كانت مجلة عربية تعنى بالأمور التقنية والإلكترونيات والكمبيوتر. يعني كنت موظفا. ومن ثم في فترة الجامعة كنت أيضا بشتغل في أيضا موقع إلكتروني، وبعد الجامعة اشتغلت لفترة 6 سنوات. وإحنا كمان يعني خلال الجامعة تعرفت على مجموعة من الشركاء اللي هم شركائي حاليا، شركائي كانوا زملائي بالمدرسة وبالجامعة، وأسسنا مع بعض شركة في سنة رابعة. في السنة الرابعة من الجامعة يا وائل، في السنة الرابعة من الجامعة أسستم هذه الشركة أنت ومجموعة من الأصدقاء، من أين أتيتم برأس المال؟ طبعا يعني صراحة أسسنا هذه الشركة من غير رأس مال. كان كل واحد عندنا في البيت بملك جهاز كمبيوتر، وجمعنا تقريبا 50 ل 100 دينار كل واحد فينا، واستأجرنا شقة وجمعنا أجهزتنا اللي موجودة عندنا بالبيت، وبلشنا نشتغل على أجهزتنا. يعني كان رأس مالنا هو القدراتنا، وحاولنا نجيب زبائن ونجيب شغل، وكنا نجيب زبائن وشغل يعني، بس كان ببساطة يعني هي بلشت الشغلة من أجهزتنا الشخصية ومن بيوتنا ومن شقق كنا نستأجرها. مدهش، أمر مدهش. كان عندكم أي خبرة بالتجارة، بالبزنس، بالشركات؟ لا طبعا أكيد لم يكن عندنا أي خبرة. الإشي الوحيد اللي كان مساعدنا أنه كان النظام التجاري، يعني في أنواع من الشركات اللي قدرنا نسجل من خلالها ما كان مكلف جدا، اللي هو كنا مسجلين شركة تضامنية اللي ما كان بتحتاج لأي رأس مال أنك تسجل هاي الشركة وتقدر تمارس عملك، فهذا ساعدنا بالدرجة الأولى. طيب، وواحدة من الأسباب اللي إحنا صراحة بقول لك بسنة رابعة ما نجحت الشركة، إنه ما كان عندنا الخبرة الكفاية لإدارة هذه الشركة، فقررنا إنه قعدنا مع بعض وإنه كل واحد فينا يشتغل بشركة ياخذ خبرة، ومن ثم يعني إذا صار في نصيب ورجعنا نشتغل مرة تانية مع بعض كان به. وسبحان الله يعني بعد 6 سنوات اجتمعنا مرة أخرى وأسسنا، بدأنا بتأسيس شركة أفكار عربية. شركة أفكار عربية يعني هي أنا أحد مؤسسين من 5، يعني إحنا 5 شباب، علاقتنا بتمتد من أيام المدرسة وأيام الجامعة، والحمد لله يعني هذه العلاقة استمرت يعني. أعطيني إجابة مختصرة وائل، أنتم فريدون من نوعكم، لماذا نجحتم في مجال يفشل فيه كثيرون؟ لا يعني شوف، هو الفشل إشي طبيعي ولا يعني جزء من حياتنا اليومية، يعني انت بجوز بتفشل 10 مرات وبتنجح شوي. القضية كل ما هنالك انه احنا شوي عنيدين، وكان في عندنا اصرار انه نستمر بالرغم من يعني الظروف اللي كتير صعبة اللي مرينا فيها وحالات الفشل اللي كتير مرينا فيها، ولكن بالنهاية اذا بتطلع على تاريخك هو عبارة عن مجموعة من التجارب، من التجربة والخطأ. وبعدين بيعتمد على قد ايه مقياس النجاح عند الاخرين، يعني بجوز ناس عندهم مقياس نجاح معين، احنا بجوز عندنا مقياس النجاح بيختلف عن الاخرين. طيب.
المهم في القضية إنه الاستمرارية، العلاقة القوية بين الشركاء، الإيمان بحلم كبير وإنك دائما تضلك تسعى تشتغل له، هو هاي بجوز من أهم الأشياء، يعني إيمانك بذاتك، إيمانك بالفريق اللي بتشتغل فيه، إيمانك بالآخرين، إيمانك إنك أنت قادر إنك تعمل هذا الإشي ولو إنه كل المجتمع اللي حواليك عماله عم بيحكي لك عكس هذا الحكي، ولو إنه كل الظروف اللي حواليك عم تحكي لك عكس هذا الحكي، الإصرار على هذا الموضوع هو اللي ممكن يوصلك للطريق. رغم التشكيك، رغم التشكيك، رغم كل المشاكل، الإصرار يوصلك. تفكير سليم وكلام وجيه يا وائل، إنما الواقع بالنسبة للكثير من الشباب هو غير ذلك، يجدون الأمر صعبا جدا. دعنا نستمع إلى مشارك معنا على الخط من السودان، هو الشاب هاشم حماد. هاشم هو خريج تربية كيمياء وأحياء من العام 2009، ويقول إنه حتى الآن لم يستطع الحصول على أي وظيفة. أهلا بك يا هاشم. أهلا وسهلا، يا هلا ومحبك وبكل المستمعين ومشاهدي البي بي سي والفريق العام. يا هلا بك هاشم. عندما تستمع إلى قصة نجاح مثل وائل، بماذا تشعر؟ تشعر بالإصرار لكي تنجح أنت أيضا، أم تشعر بالإحباط لأنك لم توفق حتى الآن؟ والله بصدق الله قد يكون في فروق فردية أو في فروق في سياسة الدولة، كل دولة عندها سياسات خاصة بها، يعني قد يكون هم يعني لقوا فرصة أو اتيحت لهم الفرصة، لكن نحن عندنا هنا لا، حتى إذا كان بديت مشروع الإداء في منافسات أو من جهات ثانية يعني مقدم، يعني مقدم لها دعومات أو شركات يعني بتنافسك أنت، يعني أنت زور بادي مشروع طيب أو مشروع صغير ما حيقدر هناك الشركات المدعومة معفية من الجمارك، معفية من الضرائب، معفية من الحاجات يعني دي هناك حكومية، انت في نفس الوقت انت كمبتدئ بتعبوك بالحاجات دي. طيب يعني هناك اذا ما فكرت بمشروع تجاري، هناك شركات كبرى تسيطر على السوق وتخنق كل من يفكر في مشروع تجاري صغير، هذا ما تقصده؟ بالتاكيد بالتاكيد. هل هذا الامر واجهكم يا وائل الذي يتحدث عنه هاشم؟ أكيد رح يواجهك هذا الحكي بشكل أساسي، ولكن دائما التفكير الإبداعي والتفكير الخلاق هو الحل لهذه المشكلة بشكل مباشر. يعني ماذا تقول لهاشم؟ كيف يمكن لهاشم أن يتغلب على مشكلة أنه هو صغير وهناك شركات كبيرة تهيمن على السوق؟ بالعكس، يعني هم الشركات الصغيرة، الشركات الكبيرة ربما أكثر الشركات التي تعاني من مسائل الإنتاجية ومسائل الإبداع، لأنه هي يعني الشركات الكبيرة معروفة كل ما بتكبر الشركة كل ما بيكون فيها بيروقراطية وكل ما بيكون الإنجاز عندها باخذ كثير من الوقت، وهذه الشغلة اللي بتميز فيها الشركات الصغيرة والشباب والأفراد، أنه عندهم القدرة والحرية على الإبداع أكثر، عندهم الجرأة أكثر على المخاطرة، وعندهم سرعة التنفيذ والفاعلية بتكون أكثر، فبالتالي طيب مرات الشركات الكبيرة هي اللي راح تحتاج الشباب. وأنت عندما نقول إن شركتك يا وائل فيها وصلت إلى تقريبا حوالي 100 موظف، تعتبرها شركة صغيرة أم كبيرة؟ هلأ هي كأفكار عربية كمجمل يعني هي تعتبر شركة متوسطة بالمقاييس العالمية، المئة فرد لسه شركة متوسطة، ولكن إذا بتقسمها لشركات فهي شركات صغيرة ومتوسطة يعني، وهذا يعني هذا بعطينا نوع من الجانب خلينا نحكي القوة بالمقارنة مع الشركات الكبيرة، إنه في عنا فاعلية وسهولة في أخذ القرارات وسرعة في التنفيذ مقارنة بالشركات الكبيرة اللي مرات بيكون في عندها البيروقراطية عامل كتير يعني حجم فعال. الشركة الكبير يعرقل عملها أحيانا. خليني أسمع رأي طبعا. هاشم في ذلك. هاشم ماذا تقول؟ هناك فرص يمكن أن تجد لك زاوية في السوق تستغلها؟ قد يكون في بعض المجال، يعني مثلا المجال بتاع هو المجال الالكتروني او قد يكون فعلا الشركات الثانيه محتاجه اصلا محتاجه للخبرات والتقنيه الالكترونيه، لكن بعض يعني ما كل الناس حكلهم حيتوجهوا نفس المجال بتاعهم، مجالات اخرى. طيب اذا كانت التجاره لا تصلح لك يا هاشم، ماذا عن الوظيفه؟ لماذا لم تتمكن من الحصول على وظيفه حتى الان بعد 3 سنوات على تخرجك؟ هناك عده اسباب. السبب الاول، اول حاجه يعني انا بتكلم عن يعني اتكلم حتكلم عن السودان، ما حتكلم عن الوطن العربي كله، حتكلم عن السودان. يعني ده الواقع انا عايشه.
أولاً عدم توفر مشاريع تنوية عشان تستوعب الخريجين والأعطاء الخريجين. الحاجة الثانية عدم وجود تصور واضح لسياسة التوظيف. يعني احنا في السودان ما عندنا سياسات توظيفية واضحة، يعني عندنا الخدمة المدنية أو الخدمة المدنية هي المسؤولة عن مواضيع إنها توظف أو المسؤولة عن توظيف التوظيفات في الدولة. لكن أمانة معطل ما شغال أصلاً. الحاجة الثانية عندهم الوفاق او استشارات محسوبيه والانتماءات الحزبيه المحسوبيه، واخيرا بتلاقي يعني عندنا الانتماءات الشعبيه الضيقه هي اول غبيه. يعني عندنا مشكله الوفاقه، اللي هي المحسوبية. المشكلة الوساطة هي مشكلة المحسوبية التي يعاني منها ملايين الشباب يا هاشم في كل الدول العربية. هاشم اسمح لي أن أخذ رأي من أبو يوسف من السعودية يستمع إليك. قد أعود إليك يا هاشم إذا كانت لديك مداخلة، ولكن ما رأي أبو يوسف بما سمعه حتى الآن؟ أبو يوسف. والله يا أخي الكريم أنا أحمل يعني بعض الجهات الحكومية في الدول يعني المسؤولية عن تنامي البطالة. أولا وزارات التعليم العالي في بعض الدول تستمر في فتح التخصصات التي ليس لها مكان في سوق العمل. مثل ماذا يعني؟ يعني مثلا أضرب لك مثل التاريخ، علم النفس، مثلا علم الاجتماع، الجغرافيا. يعني هناك حاجة في بعض الدول حاجة محدودة لمثل هذه التخصصات. طيب. وتركيزها في الوقت نفسه على التخصصات الإدارية والتخصصات ذات الوجه مثل الهندسة والطب. مش المشكلة مش بس الحكومات هي التي تشجع هذه التخصصات التي لا مكان واسع لها في المجتمع، الأهل أنفسهم أحيانا يشجعون أبنائهم على دراسة الطب، كل الناس تريد أن تصبح أطباء ومحامين ومهندسين، وكأن العالم كله يقوم على هذه المهن الثلاث. تعطلت الحياة، نحن في العالم حتى عامل النظافة بحاجة إليه. تصور لو تعطلت بس من يريد أن يصبح عامل نظافة؟ من يرضى بأن يصبح ابنه أو ابنته عمال نظافة؟ والله يا أخي الكريم هناك أظن في فئات من الناس يعني يرغبون لو وجدت الحوافز. مع الأسف الشديد يعني مثلا إحنا في دول الخليج يعني ما تجتهد في فتح تخصصات ذات مستوى عالي في الجانب المهني والتقني على غرار ما هو موجود مثلا في الفلبين. إذا جاءنا العامل في دول الخليج عامل تقني حرفي مثل السباك والكهربائي والنجار والدهان وفني الحاسوبات والسكري كم عدد أبو يوسف هذه مشكلة حقيقية معك حق وهي موجودة أصلا في دول عربية كثيرة وربما بدول الخليج أكثر. كم عدد الشبان والشابات شبان في السعودية الذين يرضون بسباك بوظيفة سباك؟ والله كثير كثير. بس يا أخي الكريم الناس تريد أن تجعل هناك ثقة في مثلا في العامل الحرفي. لو وجدت كليات متخصصة ذات جودة عالية يستطيع المتخرج بعدها أن يجيد هذه المهنة لأقبلت مثلا على السعودي والكويتي وتبتعد عن مثلا الوافد إلى تريد أن تنفع. لكن ما هناك كليات. أنا يا أستاذ سمير أشوف العامل الفلبيني الحرفي لما يأتي إذا قيل فلبيني فلبيني، إذا كان سباك طيب. يكون مجيدا بمعنى الكلمة في مهنته. نقطة مهمة يا أبو يوسف شكرا لك عليها. هذه نقطة سنناقشها، ما يرضى به وما لا يرضى به الشباب الذين يبحثون عن وظائف معينة. قبل أن أسمح لوائل عتيلة بالعودة إلى عمله وإلى شركته أود أن أسألك يا وائل، اسمح لي هنا، عندك أفكار لمشاريع تجارية أخرى، مشاريع لا وقت لديك أنت في إطلاقها، ربما يستفيد منها شخص يستمع شاب وربما يستفيد من فكرك هذه؟ يعني شوف خليني أنا بس قبل ما أذهب نفسي أحكي كلمة للشباب العربي إنه وهي قضية كتير أساسية، إنه بدل ما أنت تدور على الفرصة تجيك ليش ما أنت تخلق الفرصة لإلك ولغيرك؟ هذه قاعدة أساسية كتير كتير مهمة. اثنين بيعتمد طبعا كمان على ظروف بعض الدول هاي، بس تأكد تماما إنه إحنا الآن في عالم ما له حدود حتى من ناحية الأعمال. بوجود الإنترنت بطلت المعلومة حكر على الحكومة ولا على وزارة التربية ولا على أي جهة أخرى. أنت بتقدر تدرب حالك، بتقدر تعلم حالك،
بتقدر انه انت تطور حالك، المهم انه انت تدور على الشغف اللي موجود عندك والفكره اللي انت، او مش الفكره، الشغل اللي انت بتحب تعملها وتامن انه انت ممكن تخليها مصدر رزق لك. عظيم. هلا بالنسبه للافكار، انا بظني انه المجتمع العربي والشباب العربي لا ينقصوا اي افكار، وانما هي الاراده في تنفيذ هذه الافكار والجراه في انه ياخذوا الخطوه لقدام وانهم يغامروا ويشتغلوا بهذا المجال، لانه ببساطه انت هيك قاعد بلا شغل، ليش ما انت تشتغل الشيء اللي انت بتحبه وتحاول، وبجوز تفشل اول مره وثاني مره وثالث مره، وبجوز المجتمع يكون قاسي تجاهك، وبجوز يكون كل الظروف اللي حواليك قاسيه، بس على الاقل انت جربت وحاولت، ولربما ان تنجح، ربما تتعلم، وربما تشوف الامور بمنظار اكبر، وربما يصير في عندك خبره، يعني خبره وعلاقات تربيها، مع انه فشل العمل تبعك، ولكن هذا راح يفتح لك ابواب اخرى واخرى. عظيم. واخرى. عظيم. هذه طبعا وجهه نظري لكل الشباب، القضيه مش قضيه افكار ولا نقص افكار، كل واحد ممكن يقدر يطلع بفكره ويقدر يشتغل عليها. شكرا لك يا وائل. بتنفيذ الفكره اكثر من الفكره. شكرا جزيلا لك وائل عتيله على هذا التوضيح وهذه نقطه، انت طرحت مجموعه من النقاط شديده الاهميه، اشكرك عليها. ونعود الى بقيه المشاركات. مغامره، انتم بحاجه كما سمعتم براي وائل للمغامره، نوع من روح المغامره، اضافه الى ذلك لا خوف ولا عيب من الفشل. وصلتنا مشاركة مصورة بالويبكام من ناجي العباس وهو السوري يعيش في الأردن. قبل الحرب الدائرة في بلدي كان يتوجب على الشاب السوري أن يمتلك قدرات خارقة لكي يستطيع أن يؤمن لقمة عيشه، ويقال أن فلان رجل يأخذ اللقمة من تمن السبع، بمعنى آخر لكي تستطيع أن تؤمن عمل تحتاج إلى واسطة كبيرة، ويجب أن تنخرط بالفساد وتعرف من أين تؤكل الكتف، والأهم من ذلك لابد أن تحصل على رضا الأجهزة الأمنية، سواء كنت عامل عادي تطلب وظيفة أو مستثمر تريد أن تفتح مشروع معين. وللمستثمر قصة أخرى هنا، إذ يجد نفسه مثقل بإجراءات روتينية لا نهاية لها، وخاصة إذا كان هدف الاستثمار إنتاج مادة يقوم باستيرادها أحد المسؤولين الكبار. ناجي يعدد المشاكل الهائلة التي تواجه الشاب الذي يريد أن يبدأ مشروعا تجاريا صغيرا في سوريا. جاءت مشاركته وكأنها رد على وائل أنه الأوضاع في الدول العربية تختلف بين دولة وأخرى. معنا اتصال هاتفي أيضا من الأردن من محمد أبو العافية. أهلا بك يا محمد. أهلا وسهلا فيك. يا هلا بك. يا هلا بك. أنت طالب؟ أهلا فيك. أنا طالب، طالب هندسة. طالب هندسي صحيح. وبدأت مشروعا تجاريا. سنة رابعة. عظيم. وبدأت مشروعا تجاريا صحيح؟ صحيح. خبرني صحيح. عن هذا المشروع ومن أين أتيت بالتمويل من له؟ احنا بلشنا بمشروع هو شركة صيانة عامة تختص بصيانة الشركات والمنازل، تشمل جميع أنواع الصيانة للمنازل والبيوت أو الشركات. بالنسبة لموضوع التمويل، احنا ما أخذنا فعليا تمويل، احنا بس اخذنا اهتمام من مؤسسه انجاز اهتمت فينا بتدريبنا، تهيئه فرص لنا من ناحيه الامور التعليميه، بينما تمويل مادي احنا ما اخذنا، احنا جمعناه منا كاشخاص، جمعنا مبلغ معين واسسنا في شركه مبلغ بسيط جدا يعني. عظيم. تسمح لي ان اسالك عن هذا المبلغ؟ طب المبلغ هو 700 دينار اردني، جمعنا احنا كاشخاص بحدود ال 8 ل 10 اشخاص كنا. 700 دينار أردني بين 10 أشخاص فتحتم به هذا المشروع. فتحنا شركة حاليا الحمد لله مسجلة غرفة الصناعة والتجارة الأردنية الحمد لله. و يعني تدر عليكم أرباح هذه الشركة أم لا زالت في خطواتها طبعاً الأولى؟ طبعا الحمد لله هي بتدر أرباح، ولكن أي شركة في مرحلتها الأولى طبعا هي فترة تأسيس بتدر أرباح ولكن بشكل بسيط. بس احنا في هذه الفترة تعلمنا كثير، عرفنا ايش، حطينا خطط، درسنا السوق، عرفنا حطينا بزنس بلان للمدى البعيد. هل هذا هو الحل لبطالة الشباب يا محمد؟ هل هذا هو الحل برأيك لبطالة الشباب؟ الحل الأساسي لبطالة الشباب هو أنه يقتنع الشباب أنه هم قادرين يعملوا شيء. للأسف أنا صراحة سمعت المداخلات من إخواني اللي كانوا من الدول الثانية ومن زملائي الثانيين. في أكم من شيء أنا بأيد وبعارض فيها. مش المسؤولية على الحكومة. الحكومة بتأمن كثير أحيانا في بعض الدول، أنا ما بقدر أحكي عن كل الدول، ولكن أنا بحكي عن دول أنا بعرفها. بتأمن فرص كثيرة. ولكن للأسف شبابنا ما عمالهم بحاولوا يوصلوا لهي الفرص بعض الأحيان. يعني لو في عنا شبابنا
تحدي. بس دعنا لا نرسم يعني بس لكي نكون حذرين، لا نرسم صورة وردية لما تقوم به الحكومات. ربما هناك مشاريع تحاول بها الحكومات أن تساعد الشباب، ولكنها واضح أنها ليست كاملة النجاح. أكيد طبعا ما في أي حكومة تقدر تولد كل شيء هي لحالها. مجتمعنا مجتمع فتن شبابي كله أعمار صغيرة عنده قدرات مرعبة. ولكن للأسف أنا واجهت هذا الشيء مع حتى التيم أو الأفرقة اللي أنا كنت بواجهها كثير أحيان. عند أول مشكلة كانوا يتنازلوا، هذا صعوبة لو عندهم بس تحدي وإصرار وولدوا إبداع. طب ممكن أسألك محمد، أنت يعني بدأت هذا المشروع ولازلت طالبا، هل فكرت بالوظيفة أم أنك استبعدت الوظيفة من تفكيرك أصلا؟ والله صراحة أنا يعني للأسف أنه الأهل دائما هم اللي كانوا يفكروا بالوظيفة، كانوا كل همهم قالوا لي تخرج عشان تحصل على الوظيفة، بس أنا كنت رافض مبدأ الوظيفة، كنت بدي أأمن مستقبلي من خلال دراستي، أخلص قبل ما أخلص دراستي أكون أنا عندي وظيفة أو أسس عندي يعني دخل شركة خاصة فيه، أنا أفتح فرصة باب إلي ومن خلالها كمان أفتح فرص ثانية لناس ثانيين، يعني فرصة عمل. هذا اللي كنت أطمح له حتى قبل ما أبلش في المشروع أو المؤسسة إنجاز تدعمنا وتساعدنا في هذه الأفكار وكل شيء. أنا كنت أشتغل لمدة 3 سنين يعني طول دراستي الجامعية وأنا كنت أحاول بس أدور. صحيح، بس أنت طرحت نقطة أيضا مهمة ويعاني منها بعض الشباب، وهو هي الضغوط التي يضعها الأهل على أبنائهم أحيانا، ولكنك أنت حاربت هذه الضغوط. ممكن أسألك سؤال أخير، هل أسرتك السعيدة الآن راضية بأنك بدأت مشروعا تجاريا بدل الوظيفة؟ الحمد لله طبعا، للأسف أولها كانوا شوية محبطين شوية من تترك دراسة الهندسة والأسباب هاي، بس بعد ما الحمد لله نجح المشروع وصار فيه صبا وإنتاج إلى آخره كانوا فخورين جدا إنه أنا الحمد لله أسست شغل خاص في إضافة لهيك ساعات غيري شغل خاص. عظيم، شكرا جزيلا لك محمد أبو العافية، وأتمنى لك ولشركائك في المشروع كل التوفيق. نبقى في عمان لأنه لدينا سلسلة من الآراء التي جمعتها لنا كاميراتنا من هناك. سألنا مجموعة من الشباب عن أسباب البطالة في صفوفهم وعن اقتراحاتهم لإخراج الشباب منها. منا من كل الشركات اللي عندنا إحنا السيات بالأردن إنها تعمل على زيادة الاستثمار بالأردن عشان تفتح شركات ثانية. هذا بيؤدي لأنه إحنا كثير ناس مش ملاقية تخصصات إنه إيش تفتح إلى المجال إنها تقدر إنها تبدع بمجالات. يعني هي أهم مشكلة بتواجه الشباب من اليوم اللي هي ثقافة العيب. إذا بنستطيع إنه إحنا نلغي ثقافة العيب بتوقع إنه مشكلة البطالة راح تنتهي في الأردن. ليش؟ يعني الآن أنا مثلاً على سبيل المثال دارس قانون أو دارس محاسبة، مش بالضرورة إنه أنا إذا دارس قانون لازم أتوجه لشيء بخص تخصصي، أو دارس محاسبة لازم أروح باتجاه مالي. ممكن إنه أنا دارس قانون أو دارس مالية إني أروح أشتغل مثلاً بتخصص يختلف عن تخصصه إذا في هناك مجال. لكن إحنا بنأمل يعني إنه تشجيع الاستثمار يعني في البلد كتشجيع استثمار الأيدي العاملة يعني الماهرة وكذا كلها بتطلع خارج البلد، ليش إحنا نخسر هاي الأيدي العاملة يعني؟ سبب البطالة للشباب بالأردن عندك أول سبب اللي هي الحروب اللي حوالين الأردن، ثاني سبب عندك العمالة الوافدة تأخذ أقل راتب مجهود أكثر، فبيكون في فرق بين العامل الأردني والوافد اللي جاي على الأردن، فرق بالرواتب، فإنه صار الأغلب يختار العامل الوافد لحتى يشغله براتب أقل وبجهد أكبر. مجموعة من الاقتراحات لتخفيف عبء البطالة في صفوف الشباب، أحدهم قال إن العيب أحيانا يكبل أيدي الشباب فيخجلون من القيام ببعض الأعمال التي يرون أنها لا تناسب مستواهم الاجتماعي والدراسي، وهذا رأيهم، وربما رأيكم يختلف في ذلك، وربما يختلف الوضع في المغرب عما هو عليه في عمان. لنعرف ذلك نسأل خديجة الصندادي وهي شابة مغربية تخرجت من الجامعة عام 1998 وعانت كثيرا كما تقول قبل أن يصادفها النجاح بالحصول على عمل مناسب، وهي معنا الآن على الخط بالأقمار الصناعية من الرباط. أهلا بك يا خديجة. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. يا هلا بك، أشكرك. تخرجت من الجامعة عام 98، متى تمكنت من الحصول على أول وظيفة؟ أول وظيفة تمكنت من الحصول عليها يعني في 1/12/2009.
ولكن هذه طبيعة الحال في صفوف الدولة، ولكن اشتغلت من قبل يعني منذ تخرجي من الجامعة في يعني في مجموعة ديال الأعمال هكذا قطاع الخاص. مثلا اشتغلت مدرسة اللغة الفرنسية في مدرسة خاصة، اشتغلت كذلك في معمل يعني لإنجاز الخطوط ديال السيارات يعني الضوء، وهذا كله وهذا كله في مجال بعيد عن مجال تخصصك. ما كان مجال تخصصك؟ كان أنا كنت خريجة قسم اقتصادي، كنت أدرس الاقتصاد، وبعد ذلك درت دبلوم ديال الإعلاميات. فهمت. طيب، وعندما كنت تبحثين عن وظيفة ولا تجدين خلال هذه الفترة من البطالة، بماذا كنت تشعرين؟ باليأس، بالإحباط، بالتصميم على إيجاد عمل؟ وصفي لنا شعورك. طبعا يعني بعد ما اي شاب ولا شابة كيتخرج كيحلم بولوج سوق الشغل، بطبيعة الحال اولا باش يحيد الاعباء ديالو على الاسره الفقيره. يعني احنا من واحد المجتمع اللي اغلبيه الاسر فيه فقراء، يعني كتقول على الاقل بعدا نحاول ما امكن ان نخفف من الاعباء ديال الاسره، نتحمل مسؤوليتي. طيب. كذلك حلم بانك يعني تدير البيت ديالك، ابناء ديالك، مجموعه ديال الحوايج، تحقق كرامتك، تحقق المساواه اللي كتامن بها، تحقق مجموعه ديال الحوايج. وكل هذا بدا بالنسبه لك بدون شك وكانه حلم بعيد المنال. هل ممكن ان اسالك الان وبعد أن اختبرت كل هذه التجربة، لو عدت إلى الوراء، ما هو الأمر الذي كنت ستغيريه في بحثك عن وظيفة أو عن عمل؟ عندما كنت أبحث عن العمل، يعني صادفت مجموعة من الشباب اللي في نفس الظروف ديالي، واللي جمعتني معهم يجمعني معهم إطار اللي هو الإطار ديال الجمعية الوطنية لحملة شهادة المواطن المغرب. كنا في فرع ديال الرباط، كنا نضلوا باننا نحققوا هذا الهدف. الى رجعت للوراء من طبيعة الحال غادي نختار هذا الطريق هذه، لان هي اللي وصلتني. خديجة، أشكرك على ذلك وأتمنى لك التوفيق في رحلتك ومهنتك، وأنا آسف أن الخط لم يكن بالوضوح الذي نتمناه. شكرا جزيلا لك خديجة الصندادي. تعرفون أن ما نستمع إليه، خديجة أشكرك، تعرفون أن ما نستمع إليه هو مجموعة بسيطة مما يصلنا على المواقع الإلكترونية المختلفة، وزميلي محمود القصاص في غرفة الأخبار يتابع كل ذلك، وأتحول إليه الآن. محمود، ما هي جوانب المشكلة التي حظيت بالاهتمام الأكبر من المشاركين؟ في الواقع سمير، كثيرون حاولوا الإجابة على سؤال بسيط للغاية، وهو لماذا نسبة البطالة بين الشباب مرتفعة في المنطقة العربية، خاصة في شمال أفريقيا، بحيث أنها الأعلى على مستوى العالم؟ الإجابات كثيرة ومتنوعة، وإليك أمثلة منها من دول مختلفة في منطقتنا. مثلا من العراق يقول أحمد المواشي على صفحتنا على الفيسبوك: أهم أسباب مشكلة البطالة في العراق هي انعدام الدعم الحكومي لمشاريع الشباب، عدم تعاون القطاع الخاص في تشغيل العراقيين وتفضيل الأعمال الآسيوية، عدم دخول كثير من الشركات إلى السوق العراقي لأسباب كثيرة، أولها الأمن وآخرها الفساد. من السودان يتحدث محمد حسن عن مشكلة الوسط التي تحدث عنها من قبل بعض المشاركين، يقول عنها: لا يمكن لشاب أن يحصل على وظيفة في السودان إلا بالوسطة، بالرغم من ذلك توجد حلول فردية لمشكلة البطالة، ولكن الحكومة لا تتركك في حالك وتلاحقك بالضرائب والرسوم والإتاوات. على فكرة، المشارك الآخر الذي أشار إلى موضوع المحسوبية هو أيضا كان من السودان. صحيح. كمال من مصر يقول أن الحكومة في مصر غير مهتمة بالبطالة في ظل الإضرابات التي يقوم بها العاملون في الحكومة للمطالبة بزيادة الأجور، ويقول أنه كيف يمكن للحكومة أن تحل مشكلة البطالة وهي أصلا غير قادرة على حل مشكلة الموظفين أصلا بالحكومة. علي حاتم يتحدث عن دور الاستعمار الغربي في الأزمة كما هي العادة بالنسبة لمشكلات كثيرة في المجتمعات العربية، ويقول: تعطيل الشباب العربي من أهم أهداف الاستعمار الغربي في منطقتنا. معقولة يعني؟ طيب، إذن الأسباب تدور أساسا، أسبابهم التي أوردوها تدور حول ضعف الاهتمام بالشباب،
وقلة الاستثمارات وسوء إدارة الحكومات والمشارك الأخير الذي لام الاستعمار الغربي، ما هي تصوراتهم فيما يتعلق بالحلول المعقولة لهذه المشكلة؟ هناك أفكار واقتراحات متنوعة قدمها زوار صفحاتنا للخروج من أزمة البطالة. مثلا عبد الهادي على موقعنا يقترح مشاركة العاطلين في تكوين شركة مساهمة، وأن تقوم الحكومة ورجال الأعمال والبنوك بتقديم الدعم لها لتمويل مشروعات للشباب، ويقول أنه يتمنى أن يرى اقتراحه النور يوما ما. أحمد رماوي على صفحتنا على الإنترنت يقول الحل يكمن في ملاحقة الفساد والفاسدين واسترجاع الأموال التي نهبوها وإقامة مشاريع إنتاجية كبرى وهي كفيلة بالحد من ظاهرة البطالة. حاتم شما يقول لابد من تغيير نظام التعليم لواجه احتياجات سوق العمل مع الاهتمام بالتعليم المهني. جلال القديحي من السعودية يقول أنه يوجد حاليا في السعودية ما يزيد عن 12 مليون عامل أجنبي. في نفس الوقت البطالة منتشرة في السعودية بشكل خاص بين الشريحة الجماعية سواء من الشباب أو من الفتيات، وبالتالي يقترح أن تقييد العمالة الخارجية لإتاحة المزيد من الفرص للعمالة السعودية. بس هذا يحل المشكلة أو يخففها في السعودية وفي دول الخليج، ولكن البطالة ستنتقل بذلك إلى الدول الأخرى التي صدرت عمالها إلى السعودية. هذا صحيح، صحيح أن هناك دول مصدرة للعمالة مثلا مثل مصر يشكو البعض فيها في الوقت الحالي من العمالة الأجنبية. مثلا مشاركة من سعيد صالح على موقعنا يقول فيها أنه لا يجب استمرار موظفين في عملهم بعد الوصول لسن المعاش، ولا يجب السماح بعمالة أجنبية في مصر، أنه كما يقول هناك غزو من العمالة الأجنبية، ربما يشير العمالة الصينية والعمالة الروسية في بعض قطاعات السياحة لقطاعات هامة تضيق على الشباب في مصر. وإذا اخترنا من كل هذه الاقتراحات وكل هذه النظريات التي قدمها المشاركون، إذا اخترنا حلا اقتراحا جانبا واحدا يمكن القول إنهم وجدوه الأهم، فما هو؟ هو بلا شك التمويل. تمويل المشروعات الجديدة هو حجر الزاوية لمواجهة مشكلة البطالة، سواء تمويل مشروعات الشباب الصغيرة أو تمويل مشروعات ضخمة للدولة أو تمويل من القطاع الخاص. وارتبط هذا كله بالطبع بوجود نظام سياسي مستقر غير فاسد، يرتبط بوجود إدارة رشيدة وسليمة للموارد. والشاب الذي يستمع إلينا الآن والعاطل عن العمل، كل ما يهمه هو هل هناك حل قريب لمشكلتي؟ وأتصور أن هذا أيضا هو سؤال الاستفتاء، ما الذي قيل؟ أين وصل التصويت فيه حتى الآن؟ نعم سمير، هو السؤال الذي طرحناه للاستفتاء، هل تتوقع حلا قريبا لمشكلة بطالة الشباب في بلدك؟ نحن كالعادة على موعد مع مشاهدينا ومستمعينا لمعرفة النتيجة في نهاية البرنامج. طيب، يعني التصويت لا زال دائرا؟ لا زال دائرا حتى الآن، يمكن المشاركة فيه على موقعنا على الإنترنت dbcarabic.com. ممتاز محمود، شكرا جزيلا لك، أعود إليك لاحقا لكي نعرف إلى أين وصل التصويت. هناك طبعا كل الذين طلبوا وطالبوا بمساعدة، هناك مؤسسات معنية بالدرجة الأولى بتهيئة الشباب لسوق العمل، إحداها هي مؤسسة إنجاز ونائب رئيسها التنفيذي الأستاذ مهند الجراح، هو معنا الآن من عمان. أستاذ مهند أهلا بك. أهلا وسهلا. ممكن أسألك ما هو أكبر خطأ يرتكبه الشاب الباحث عن عمل؟ أكبر خطأ أنه يعتقد الشاب أنه الشهادة هي واحدة كافية لتساعده أو تساعدها لدخول سوق العمل. الشهادة بطلت كافية. بالإضافة للشهادة لابد أنه الطالب أو الشاب أو الصبية يمتلك مجموعة من المهارات الأساسية اللي رح تساعده لدخول سوق العمل، مهارات حياتية، مهارات كيف التواصل، اتصال، مهارات ريادية. فبطل كافي هو بس التحصيل الأكاديمي. فهذا كتير نقطة نحن بشغلنا مع الشباب وتعاملنا معهم دائما بنركز على هاي النقطة. عظيم، بس من أين يحصل الشاب على هذه المهارات؟ في الواقع في عدة طرق، ممكن أحكي يعني كمثل نحن بإنجاز اللي بنعمله إنه بنقدم مجموعة من البرامج في المدارس وفي الجامعات بتركز على مهارات معينة، منها مهارات حياتية، مهارات كيف إنه يؤسسوا شركة، كيف يتعاملوا مع بسوق العمل، مهارات دخول سوق العمل، كتابة السيرة الذاتية وغيرها من المهارات، عن طريق متطوعين من القطاع الخاص عندهم خبرة، فبروحوا للمدرسة وللجامعة وبنقلوا مهاراتهم وخبراتهم العملية وبيعرضوا الطلاب لا إيش هي يعني البزنس، شو يعني شخص يعمل شركة، شو شخص يكون ريادي، بنقلوا هاي الخبرات إلهم. فمهم جدا الطالب إنه يبلش يتعرض يعرف كيف إنه ممكن يأسس شركة هو لسه في مراحل الدراسة، مش بعد ما يخلص الجامعة يصير يعرف أو يشوف إنه في شيء اسمه ريادة. لأنه المشكلة أتصور هنا، أنا آسف للمقاطعة، المشكلة التي يقولها
وأنا سمعتها بنفسي من الكثير من الشباب، هو أنه المطلوب خبرة، ولكي تحصل على الخبرة يجب أن تكون في عمل، ولكي تحصل على العمل يجب أن تكون لديك خبرة، وحلقة مفرغة لا يتمكن من الدخول إلى مجال العمل بسببها. نعم، هلأ الخبرة شغلة كتير مهمة. نحن دائما ننصح الشباب اللي بيشتغلوا بدورات إنجاز وبنعطي دوراتنا إلهم إنه ما يستنوا ليأخذوا خبرة ليتخرجوا من الجامعة. فالخبرة بتيجي أول شيء عن طريق أعمال تطوعية في المدرسة، في الجامعة، في المجتمع المحلي، عن طريق تدريب الصبي في الشركات، عن طريق نشاطات لا منهجية، عن طريق بعض الأشغال اللي ممكن هن يشتغلوها وهن لسه في مقاعد الدراسة في الجامعة. فالخبرة بتيجي تراكمية، يعني مش شرط الطالب يستنى يتخرج من الجامعة بعدين يدور على مهنة، لا، بده يبني السيرة الذاتية خطوة وخطوة وهو من الصف السابع. فلابد انه هاي الخبرة تكون متراكمة مشان لما ما يخلص الجامعة يقعد يكون عنده يعني ولا نوع من الخبرة وصعب لاقي شغل. يعني في دراسة في الأردن أظهرت انه 70% من الطلاب الخريجين ما بيستطيعوا انه يحصلوا على وظيفة قبل السنة الأولى ما تنتهي بعد التخرج. 70%، بينما الطلاب الأخر 70%، بينما الطلاب اللي أخذوا دورات إنجاز وتعرضوا لمجموعة من البرامج إنجاز اللي كان فيها ناس متطوعين من القطاع الخاص، تقريبا 87% لاقوا شغل قبل هاي السنة. أرقام مدهشة، أرقام مدهشة. 87%. نعم. وجدوا عملا لأنهم حصلوا على مجموعة من هذه المهارات. تسمح لي هنا أستاذي الكريم أن أسمعك مشاركة، لدينا مشاركة مصورة بالويب كام أود أن أسمعك إياها، وهي من محمد الشنيتي وهو سوري في الواقع يعيش في قطر، وقد أرسل إلينا مشاركته مصورة بالويب كام فلنستمع إليه. السلام عليكم. تأسيس مشروع شبابي صغير بهدف جني دخل متواضع أضحى حلما شبه مستحيل، ونسبة الشباب مسألة يعرف المسؤولون تبعاتها ويتغاضون عن الحل. واستنادا لتقارير الإسكوا، ثمة كارثة يشهدها المجتمع العربي. أنا أنتمي لبلد معدل البطالة فيه قد يكون الأعلى بالعالم، واستطعت تفادي البطالة ولكن بعد أن اغتربت فحسب لأعمل موظفا. إذا استطعنا إنتاج حكومات تريد البقاء لخدمة شعبها لا لتكنز المال، ستنخفض معدلات البطالة وستوظف الثروات في محلها، وستكون تنمية عقول الشباب هي الضمانة الوحيدة لرفع هذه المصيبة. محمد يقول إنه استطاع التغلب على البطالة فقط بالابتعاد عن وطنه. إنما واضح طبعا أن هذا ليس حلا يناسب الجميع، أليس كذلك أستاذ مهند؟ في الواقع يعني البطالة هي فعلا مشكلة موجودة، يعني ما بقدر الناس ينكرها، لا هي موجودة عند الشباب وموجودة في المنطقة العربية. يعني في بعض النسب عم توصل 32% نسبة البطالة بين الشباب في بعض البلدان، فبالتالي هي موجودة. فحلها هي مجموعة من الأشياء لازم تنعمل. يعني قبل شوي يمكن استمعنا لأخ محمد أبو العافية، ب 700 دينار قدر يبلش شركة بسيطة. يعني بالقليل ننجز الكثير. يعني ممكن إذا يدخلوا الشباب بدورات يتعرفوا كيف يعمل مشروع بسيط، وبدال ما عم بيستنى ليلاقي وظيفة هو يخلق الفرص. يعني لابد إنه نخلق الفرص. يعني دراسة مثلا في الأردن نحتاج نحن بالسنة 30,000 وظيفة بالسنة مشان نحافظ على مستوى البطالة، فهذا الكلام ما رح نقدر نعمله بدون ما نخلق فرص عمل، وفرص العمل رح نخلقها إذا أسسنا شركات صغيرة. يعني من المدهش أنه ما أسمعه منك أستاذ مهند هو ما سمعته من وائل في بداية البرنامج، وهو ما سمعته من بعض الشباب الذين وفقوا بعدم اعتمادهم أو انتظارهم للدولة. طبعا على الدولة أن تقوم بالكثير، ولكن يبدو أن هناك قاسم مشترك على الشاب أن لا ينتظر الدولة. ولكن محمد الشنيتي سوري هاجر يقيم في قطر، قال إنه وفق فقط بالغربة. ومعي على الخط فلسطيني أردني آخر خارج وطنه هو صادق توفيق، أود أن أستمع إلى رأيه قبل أن أعود إليك أستاذ مهند. ما رأيك يا صادق؟ أهلين. يا هلا بك. أتفق بشكل زميلي من سوريا، دخلته من أجمل ما يكون، وضع يده على المشكلة. وضع يده على المشكلة، بس هل هذا هو الحل؟ هل وضع يده على الحل الوحيد هو الغربة؟ لا، ليس. عندما تحدث أنه على الشباب، إذا كانت هناك حكومات يستطيع الشباب إعادة حكومة تخدم المواطن
وتخدم الشباب، فبالتالي يعني يعني ستكون هناك فرص وستكون هناك مجالات مفتوحه مره اخرى. والاسوء فيما سمعت من السودان. أنا آسف يا صادق، سامحني الخط يتقطع، سنحاول معاودة الاتصال بك. كنت أود أن أستمع إلى ما تريد أن تقوله، ولكن خلاصة ما يقوله أن الشباب لا يبادرون بل ينتظرون الحلول، وهي نفس المشكلة. أبو نشوان معنا من السعودية، خلينا نستمع إليه بسرعة. أبو نشوان، أنت يمني مقيم في السعودية، نفس المشكلة؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعتقد أن البطالة بسبب ثقافة العمل. مثلا نحن هنا في السعودية، السعوديين يوجد لديهم عمل ولكن لا توجد لديهم ثقافة عمل. أما نحن اليمنيون لا يوجد في بلادنا عمل، وباستطاعة الحكومة اليمنية أن توجد مليون فرصة عمل خلال 5 سنوات فقط بإدارة الأموال التي تذهب هنا وهناك. يعني بس لكي أفهم أبو نشوان، تقول أن بعض الشباب السعودي يرفض العمل في بعض الوظائف؟ لا ليس يرفض، ولكن لا توجد لديه ثقافة عمل. لا يمكنك أن تشمل كل الشباب السعودي، هناك شبان وشابات سعوديون شديدون نشاط ويقيمون مشاريع إلى آخره. دعنا لا نشمل مجتمعا بأكمله. هناك بعض الشباب الكسول، هذا واضح بكل المجتمعات موجود. كسول بسبب الثقافة. المفروض أن تكون وزارة الشباب أن تعمل وزارة الشباب على إيجاد ثقافة عمل. طيب وزارة الشباب لا تهتم إلا في الكرة فقط، ولا تهتم بإيجاد ثقافة عمل في الشاب. فالشاب هنا أنا أعرف شاب كثير يستحي أنه يعمل، يستحي. تعرف يا أبو نشوان، هذه النقطة طرحت قبل قليل أيضا في البرنامج عندما قال مشارك أن هناك عيب، المشكلة في العيب. أستاذ مهند، كم يلعب العيب دورا في عطالة وبطالة الشباب؟ صراحة بيلعب دور كبير في كثير مهن صراحة موجودة، وممكن الشباب يستطيعوا انه يشتغلوا فيها وهن عم بدرسوا. يعني مثلا نعطي كمثال مهنة غسيل السيارات في بعض البلدان، في تركيا مثلا شغلوا الشباب وهن عم بدرسوا في الجامعة في مهنة غسيل السيارات. فهو الطالب الصبح في الساعة 7 بغسل مجموعة من السيارات وبتقاضى أجر، وحد الأجر عم بروح كان لأنه يعمل تقسيط لشقة له في المستقبل. فنحن في هاي المشكلة، وفي في مهن كثيرة ممكن الشباب يشتغلوا فيها زي هاي المهنة، ويعني يمولوا الدراسة تاعتهم ويكملوا تدريسهم. بس بيخجل بيستحوا أنه يشتغلوا في أعمال كهذه، هاي هي المشكلة. نعم بس أنا اللي بقترحه يعني بعتقد في تقصير بإظهار قصص نجاح في مهن معينة اللي هي قد تكون مهن مهنية زي نجارة الحدادة. لو نحن أظهرنا يعني وحليناهم زي هن أبطال لهي المهن مشان الشباب تانيين يكونوا يقتدوا فيه. يعني نحن عندنا كتير مثلا ناس رياديين في شركات كبيرة ومعروفين، بس محدودين جدا المهن اللي انشهر فيها ناس زي مهنة الحدادة النجارة. فلازم هاي المهن نظهرها أكثر ونبين فيها قصص نجاح وأبطال، يعني مشان الطلاب يشوفوا إنه شخص بلش بشغلة بسيطة وصار ريادي وصار بدل منجر عنده مثلا 100 منجرة. طيب فهاي المهن كتير مهم نحن نظهرها يعني. فبالتالي هذا تحدي كبير أيضا يواجه الشباب ويواجه أسرهم ويواجه المجتمع ككل. شكرا جزيلا لك الأستاذ مهند الجراح، نائب رئيس تنفيذي لمؤسسة إنجاز. استمعنا في بداية الحلقة إلى مجموعة آراء خاطفة وسريعة من بيروت ثم عمان، الآن مجموعة أخرى من القاهرة. مشكلة البطالة في مصر عايزة مجهود ووزارات مختلفة وتعاون القطاع الخاص، رجال الأعمال بمختلف جنسياتهم. ما كانش عندي شغلة ثابتة ماشي، فحبيت أن أنا يكون لي شغلة جنب الدراسة ده أنا أقدر استفاد منها وأتكلم عن المشاكل اللي في بلدي وزي البطالة والكلام ده كله. كل أسرة مصرية بتعاني، أفراد أسرتها، من حالة البطالة. معظم الأسر المصرية بتعاني من حالات البطالة في البلد. يا ريت يفتحوا استثمارات جديدة ومشاريع جديدة تلم جميع الشباب اللي محروم من حقوقهم في انهم يعني يمارسوا حياتهم الطبيعية. لو مشروع قومي كبير ويلم الشباب اللي هم كلهم مش لاقيين شغل، يعني احنا عندنا قناة السويس مثلا مفيش ولا ورشة سفن هناك. يعني لو تشوف دبي دلوقتي عاملين ورشة سفن ملهاش حل، بسم الله ما شاء الله، يعني فاهم. اكيد الحاجة زي كده بتزود ايدي عاملة، يعني بتزود فرص عمل بالنسبة للشباب.
انا ابني بكالوريوس تجاره السنه اللي فاتت قاعد، فهي البطاله كده، انما ما يجيبش ناس عينهم مستشارين زي اللي انتم قاعدين على كراسي وبياخدوا 50,000 و100,000 وفي بعضهم بياخد اكتر، واسيب العيال الطلبه مركونين. الطلبة مركونين على جنب، تجارب من القاهرة. أعود إلى زميلي محمود القصاص في غرفة الأخبار لكي نعرف منه الآن إلى أين وصل التصويت على سؤال الاستفتاء يا محمود. نعم سمير، نذكر بالسؤال الذي طرحناه للاستفتاء، وهو هل تتوقع حلا قريبا لمشكلة بطالة الشباب في بلدك؟ النتيجة حتى الآن هي 15% قالوا نعم، 85% قالوا لا يتوقعون حلا قريبا لمشكله البطاله، يعني اكثريه متشائمه من حل مشكله البطاله في الاجل القريب. تشاؤم سيد الموقف محمود القصاص. إلى حد كبير. شكرا جزيلا لك محمود. هذا كل ما سمح لنا به الوقت فيما يتعلق بالجزء التلفزيوني من البرنامج، ولكننا سنتابع الحوار على الراديو بعد دقائق مباشرة كالعادة بعد نشرة الأخبار. أود أن أشير أولا إلى موضوع حلقة الغد من نقطة حوار، عما يقال عن مشاركة حزب الله في القتال في سوريا، هل يحق له ذلك إن كانت الأقاويل صحيحة؟ هذا غدا، أما اليوم فسأعود إليكم بعد النشرة لمواصلة الحوار عن بطالة الشباب وما يمكنهم هم أن يقوموا به للتخلص من براثنها. حتى ذلك الحين ونعود إليكم، الحوار مستمر طبعا، لكم أطيب تحية من كل أعضاء الفريق ومني أنا سمير فرح. لا تذهبوا بعيدا وشاركوا على الأقل في الجزء التالي من نقطة حوار. إلى اللقاء.